صراحة كم مرة جيت على تركيا، من أجمل مدن العالم، حلوة في الصيف، حلوة في الشتاء، الأجواء رائعة جدا في الشتاء، بلد سياحية جميلة جدا، من أشهر أكلاتها اللي كل ما نجي على تركيا لازم نأكلها الكمبير والميديا، من أفضل الأكلات اللي لازم نأكلها كل ما نجي على تركيا. وأكيد طبعا مش أول ولا آخر مرة راح تكون على تركيا، لازم تكون الزيارات متكررة دائما. من أفضل الأكلات هنا صراحة بالذات في الشتاء أتوقع أنها ممتعة، الكمبير، بحيث أنك أنت تأخذه كذا حار دافي، تيجي تأكله على البحر أمام المنظر الجميل، من أجمل الأكلات، أكلة مشهية جدا، وأتوقع أنها مفيدة كمان في نفس الوقت. الجو جدا بارد بس في نفس الوقت جدا ممتع، سياحة ممتعة جدا في الشتاء، فيها يعني المناظر بتكون أحلى كمان في الشتاء، فأهم شيء الدفى، بس البلد جدا رائعة صراحة. الزيارة لتركيا فعلا في فصل الشتاء في غاية الجمال، الأجواء جميلة في غاية الروعة، يعني الأجواء تلقاها جميلة دائما يعني، ومميزة غير مثلا أي منطقة أنت تكون فيها، فعلا تلقى المتعة والراحة في تركيا، فعلا تنتعش من ناحية الأجواء، تتغير حتى نفسيتك، الأجواء هذا مهم، الأجواء تغيير الأجواء مهمة في تركيا. أكلة الكمبير رائعة جدا جدا في غاية الروعة ومفيدة للغاية، زي ما عرفت وأنا زي ما أنا شفت من كذا برنامج وعرفت أن الأكلة هذه مفيدة، وفعلا لما ذقت هذه الأكلة جميلة جدا. البطاطا المشوية هي دافية وحلوة كمان بالشتوية، إنها تتاكل أكثر من الصيف لأنها هي دافية، حتى لو قعدت على الشط البحر وأجاك موج وور عليك مي أو مطر نزل عليك قشطة الدنيا ما بتشعر بالبرد من كثر ما هي يعني مفعولها ماشي بجسمك من كثر ما هي سخنة. الأجواء هن بتجنن، كثير كثير حلوة، والكل بروحها برد يرجعها كمان مرة، من ناحية أكل، من ناحية أسواق، مشتريات، كل إشي، كسورات، كل إشي رخيص هنا وحلوة، والمعاملة كويسة هنا كتير كتير. وإحنا أنا يعني عن جد إلي يومين هنا وبتوقع يعني كمان شهرين إنه أرد أرجعها من كثر ما حلوة أعجبتني. وبالنسبة يعني عشانها سكعة، مش شاعر سكعة يعني خوفوني إنها سكعة وتلج، عندنا في القدس الساعات أسكع من هنا. Вот это,